أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا بسوق أبو هواش تبع المحمودية بحيرة يوم الخميس، ومعاكم قناة المواشي اليوم يوم 24/10/2024، وتعالوا نشوفوا العجميات البقر العشر مع المعلم دبور جنديل. لا تلف ولا تدور، وتعالى عند دبور، لا تروح طنطا ولا تروح جتور، هنا حقيقة الأسعار عند المعلم دبور. اللهم صل عليه كنب، بسم الله ما شاء الله. صباح الفل يا معلم محمد، كل سنة وانت طيب. معلم محمد دبور جندير يا جماعة، ملك العجميات البقر العشر، بسم الله ما شاء الله. العشر كم هنا؟ ثلاثة انضاب. لبنية ولا كسر حاجة؟ لا لبنية. لبنية، اللهم صل عليه كنب. العشر ثلاثة انضاب، أول واحدة يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. ورينا الضر كده يا عمرو، وشلش الضر والحلبات وكل حاجة، بسم الله ما شاء الله. المال صلاة النبي عليه زي ما انتم شايفين، هو الله أكبر. ربنا يبارك في المال وصاحب النصيب اللي ياخد المال. سعرها كم محمد بمرد؟ 52 والله. 52 بعرقه ولا من غير عرقه؟ لا من غير عرقه. من غير عرقه ب 52,000 يا جماعه، ايات وتتفاوضوا معاه في العرق مع التواصل، بسم الله ما شاء الله. رقم 2 والصلاه على حبيبنا الزين محمد عليه الصلاه والسلام. والعشر 7 يا جماعه اهوت، بسم الله ما شاء الله. حلبات جاموسي زي ما انتم شايفين، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. كسره قد ايه يا محمد؟ كسره يوم. اللهم صل عليه كنب. والعشر 7 يا جماعه، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. هنجيب لكم الوش الجميل برضه هو، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليه كنب. المال صلاه النبي عليها، الله اكبر، الله اكبر. سعرها كام يا محمد بمرد الله؟ 52,500 يا جماعة اهوت، برضو عرق على الله، برضو على الله، برضو على الله عرقها برضو. 52,500 يا جماعة، أسعار هايلة النهاردة هي، بسم الله ما شاء الله. والتالتة 10/7، بسم الله ما شاء الله. كسرة قد إيه يا محمد؟ دي لبنية. كسرة جو، بسم الله ما شاء الله. الحلبات يا جماعة الأربعة زي ما أنتم شايفين هم، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليه كنب. والمكسر جو والعشر 7، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليه كنب، الله أكبر. سعرها كم يا محمد؟ 65 والله يا مروان. 65,000 والعشر 7 يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. آخر تفاعة العرض ولا في تاني؟ لا آخر تفاعة، العشرة 8 والعشر 8، الله أكبر. صباح الخير يا معلم دبور، كل سنة وأنت طيب، الله يقويك ويعينك، مالك حلو وسعرك حلو النهاردة، اللهم صل عليه كنب. العشر 8، الله أكبر. المال صلاة النبي عليها، الله أكبر. كسرة قد إيه يا محمد؟ كسرة جو. سعرها كان برضو بمرد الله؟ 70,000 يا جماعة، آخر تفاحة العرض والعشر 8، بسم الله ما شاء الله على المال. اللي عايز العجميات البقر العشر والأعداد ياما برضو، بسم الله ما شاء الله. آخر 4 النهاردة هو، ربنا يبارك للمال وصحاب المال وصاحب النصيب اللي ياخد المال. كام يا محمد الرقم؟ 012 82 61 22 7/9. العنوان رواد أم غازي تبع مركز المحمودية محافظة البحيرة يا جماعة. اللي عايز أي عجميات بقر عشر، الأسعار حلوة النهاردة اهوت، ربنا يبارك له المعلم دبور جنديل، ربنا يبارك له ويصلح حاله وحال الجميع يا رب، اللهم امين. صباحك ابدا يا محمد، الله يصلح حالكم. ما تنسوش ذكر الله ورسول الله، ربنا يبعد عنكم وعننا البلاء. اشكر الله، قل لا اله الا الله. لا تنسوش اللايك والاشتراك لقناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. أشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.